الثامنة للمعرض الدولي لصناعة الجلدية اللي غادي تقام إن شاء الله في الدار البيضاء بين 27 و 29 إن شاء الله في المعرض الدولي اللي هاد السنة هادي غتميز بألوان بانفتاح حول إفريقيا، يعني ضيف الشرف يكون هو الكوديفوار إن شاء الله، وكذلك تأسيس الكونفدرالية الإفريقية لصناعة الجلدية بحضور عشرات الدول الإفريقية إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا في هاد التظاهرة العالمية. الحمد لله كاين تقدم كبير بالمقارنه مع السنه الفارطه، كان 50 عارض، اليوم يعني الهدف ديالنا هو ما بين 100 حتى 120 عارض ان شاء الله، وتكون لوكازيون ان شاء الله باش بوغ ايشونجي افيك لي بي افريكا ان شاء الله. افريقيا هذا العام الدورة الثامنة، نظمنا هذه الدورة بأشياء يعني جديدة لهذا العام. كاين أول حاجة كاين لو بيز ديزاينر، كاين عندنا أن كونكور مسابقة ديال أحسن مصمم اللي درنا مشاركة ديال لي زيتيديون ديال لا مود، ودي يكونوا فيها في لو جوري، غادي يكونوا دي سيليبريتي اللي يكونوا مشهورين هما اللي يكونوا parmi les jurés. Ou la deuxième particularité de le salon, il y a dit qu'on la confédération africaine. De la confédération africaine, il y a dit qu'on vraiment on va souder en fait nos efforts. Il y a dit les Africains entre nous, parce que nous le secteur de l'Afrique et on exploite, on sert l'eau, le mawad en interne, on développe, on travaille la chili en interne. ما نخليوش الناس خلين يجيو عندنا يستغلوا المواد ديالنا الأولية.